امكانيه قيام ميدان ثالث في المستقبل القريب بعيده بحسب اراء العديد من الخبراء الذين استطلع اراءهم مركز المبادرات الديمقراطيه في العاصمه كييف واعتبر هؤلاء ان الاحتجاجات الواسعه يمكن أن تنظيمها بسيطره غير مباشره من قبل روسيا او القوى السياسيه المواليه لها في اوكرانيا واعتبر اكثر من سبعين خبيرا ادلوا برايهم ان العدوان الروسي كان النتيجه السلبيه الرئيسيه للميدان فيما كانت التغييرات على مستوى المجتمع المدني أكبر الإيجابيات بالإضافة إلى إسقاط نظام يانوكوفيتش وإعادة التكامل الأوروبي وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من بين السلبيات التي عددها الخبراء الفشل في تحديث وإنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة والضعف في مجال محاربة الفساد كانت هناك تغييرات كبيرة في المشهد السياسي بعضها جاء عقب انتصار ثوره الميدان الان انا لا ارى تهديدا باحتكار السلطه انجاز الثوره الاساس هو الحريه